أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. تقلبت الكنيسة الجامع يا عم رضا، قالوا كلها أرض ربنا سواء كنيسة أو جامع. يوم الحادثة كان بيصلوا قدام باب الكنيسة، فجه الراجل الإرهابي ده بيبص يكلمه يعني إيه بيضرب نار عشوائي، فراح طالع من الصلاة بسرعة، راح قافل باب الكنيسة وخرج جاب السلاح بتاعه وراح ضرب نار على طول، راح مموت راجل اللي هو سواق الموتوسيكل، هما كانوا اتنين على مكنة، موت واحد منهم والتاني كان بيضرب عشوائي في الناس، وبقى صدر النار على جوزي، وجوزي معاه ذخيرة وجوزي لوحده على الكنيسة مفيش غيره هو ومخبر. راح له لقاها بينطق الشهادة، راح مميله كده وراح طلقة كمان في قلبه وهو بينطق الشهادة. ده قبل ما يموت ب15 يوم مجدد القبر بتاعه، كان بيجهز مدخله ومرقبه، بيجهز البيت اللي رايح له وأول واحد يخش فيه. فتح على روحك انت واللي وياك كلهم كف عني. بعد الصلاة لقيتهم عمالين يقولوا بقى في التلفزيون مش عارفة ايه الحادث وكده، فسمعت اسم استشهد الأمين رضا عبد الرحمن. رضا عبد الرحمن؟ هو في رضا عبد الرحمن اتنين؟ جريت على التلفزيون فتحته لقيته جايبين صورة جوزي، منشطة كده استشهد في كنيسة مرمينة في حلوان، عرفت انه في حلوان، رحت بقى رقع بالصوت. هو حب عمري، تبته حببتني فيه كده يعني من سمر الأرض، دموعي ما بتجفش عليه. أقول لك على حاجة ولا تزعليش؟ قلت له قول. يقول نفسي استشهد زي اللي بيستشهدوا. أقول له حرام عليك، هو إحنا لنا غيرك؟ يقول له هيبقى لكم ربنا أحسن مني، بس أنا دي أمنية حياتي. هو ربنا اختاره كده المكان، مش أي حد يطول، مكانة عالية.